حديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا الملازم كريم بن فحصي مكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية. سيد بن فحصي صباح الخير وأهلا بك. صباح الخير سيدتي الفاضلة، صباح الخير الزملاء وزميلاتي في الاستوديو، صباح الخير كل متابعينا في كل أرجاء الوطن من خلال قناة النهار. شكرا لك. إذا للأسف حصيلة ثقيلة سجلتها مصالح الحماية المدنية في أول أيام عيد الفطر المبارك. بداية هل لك أن تعطينا حصيلة الحوادث؟ طبعا في البداية نهني الشعب الجزائري بعيد الفطر مبارك، من المولى عز وجل أن يعيد علينا أزمنة عديدة بالخير واليمن والبركات، وأن تكون الجزائر في أمن وأمان واستقرار إن شاء الله. طبعا المديرية العامة للحماية المدنية أحصت خلال اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك عدة تدخلات هنا وهناك في كل أرجاء الوطن، لا سيما في محور حوادث المرور، واللي سجلنا من خلاله 258 حادث مروري أسفر عن 348 جريح وللأسف 10 وفيات في أي مكان. طبعا هذه الأرقام نقدر نقول عليها مخيفة جدا، مرتفعة نوعا ما. إذا كنا احنا تكلمنا على نشاط توعوي تحسيسي قبل عيد الفطر المبارك، وتكلمنا على جهود الدولة الجزائرية في الميدان ومثلا في الأمن الوطني والدرك الوطني والحماية المدنية والمجتمع المدني وحتى وسائل الإعلام وما أشارت إليه من نصائح وتوجيهات وتعليمات لعامة المواطنين لتفادي هذه الحوادث المرورية، إلا أنه للأسف نسجل 10 وفيات في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك. هذا إن دل على إيش؟ فإنما يدل على كانت هناك وجود سرعة مفرطة، كانت هناك عدم احترام إشارات مرورية عمودية وأفقية، كان هناك فيه نوع من المجازفة والمخاطرة والمشاحنة، كل هذه الأشكال السلبية التي جعلت من الحوادث المرورية تسجل بهذه الأرقام الرهيبة اللي قلت عليها 258 حادث مرور، 348 جريح و10 وفيات. يعني 258 حادث مرور و 342 جريح و10 وفيات. سيد بن فحصي، يعني الأرقام التي صرحتم بها جد مرعبة، ربما كيف تفسر ظاهرة ارتفاع حوادث السير مؤخرا وخاصة خلال الأعياد والمناسبات؟ والله احنا نتذكر سيد الفاضل يتذكر المشاهد الكريم انه قبل 24 ساعه من عيد الفطر المبارك المديريه العامه للحمايه المدنيه اطلقت حمله وطنيه تحسيسيه من محطه نقل المسافرين البريه خروبه، واللي كان فيها محورين. المحور الاول كنا تكلمنا مع المواطنين بضروره التمتع بثقافه التبليغ، خاصة إذا كانت هذه المركبة اللي هي سيارة الأجرة أو حافلة مسافرين أو أي مركبة على مستوى الطريق سجلناها تسوق فيها سياقة خطيرة أو سرعة مفرطة، فلا بد على المواطن أنه يتمتع بثقافة التبليغ، يبلغ المصالح الأمنية من خلال الأرقام الخضراء المجانية اللي هي مفرطها الدولة الجزائرية. كذلك المحور الثاني من هذه الحملة تكلمنا مع السواق المحترفين اللي هم السواق سيارة الأجرة وحافلة نقل المسافرين، وقلنا لهم باللي الإنسان العنصر البشري يتحمل مسؤولية كاملة على حوادث الطرقات، خاصة إذا كانت هذه المركبة لم تخضع إلى صيانة دورية، الإنسان هذا ما خضعش القسط الكافي من الراحة، الإنسان هذا إذا ما احترمش قانون المرور وإشارات المرور والتعليمات التي تسديها المصالح الأمنية في السدود، العواقب راح تكون ضخمة. إذا قبل ما توقع هذه الحوادث كانت هناك عملية تحسيسية انطلقت نموذجيا على المستوى المركزي في خروبة، وانبثقت عنها عمليات أخرى في كل أرجاء الوطن، لكن في بعض في هذه المواقف ونسجل هذه الصور الشنيعه نقول باللي انه ربما الحمله التحسيسيه لم تجدي نفعا او ربما لم تجد اذان صاغيه. فاذا تكلمنا على اول حدث مروري وقع يوم عيد الفطر المبارك هو الحدث الاليم اللي وقع في ولايه وركله والذي اودى بشابين يبلغان من العمر 16 سنه و 17 سنه متوفين في عين مكان. نتكلم على الحدث المروري الثاني اللي وقع في ولايه البويره، وبدات هذه الارقام تتصاعد الى ان سجلنا 10 وفيات. اذا في الاخير واش نقول سيدتي الفاضله؟ نقول انه المركبه مهما طال الزمن اذا ما حركش العنصر البشري من مكان توقفها مش حتتحرك، وبالتالي العنصر البشري له مسؤوليه كامله مطلقه بخصوص الحوادث المروريه. اذا لابد عليه انه يتمتع بصحه جيده، ما يكونش عنده امراض مزمنه يتناول من خلالها ادويه ربما تكون لها مضاعفات تسبب له التعب والارهاق والنعاس. الانسان كذلك اذا ما احترمش قانون المرور او ما كانش له سياقه ايجابيه في الطريق، فطبعا راح تكون هذه الحوادث الاليمه اللي سجلنا من خلالها 348 جريح. وانا نتوقف عن 348 جريح، لما نقول 348 جريح نتكلموا عليه لما يكون مجروح على مستوى سياره الاسعاف، لكن لما يصل المستشفى قد تتضاعف اصابته ويصل الحد به الى ربما مرحله الوفاه، او قد يقاضي المستشفى بعاهه دائمه، يصبح الانسان هذا ما يمشيش، يصبح ربما يمشي على الكرسي المتحرك، وبالتالي الجريح ليس المجروح
الذي نراه بعين المجردة في عين مكان ربما ونقول خلاص هذا مجروح ونحوله للمستشفى يعني. ربما الجروح نتاعو أو الإصابة نتاعو تتساقم بعد وصوله للمستشفى. لذلك أنا ننصح العائلات الكريمة من خلال المنبر هذا اللي هو قناة المها، وحنا في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حنا نعرف أنه ما زالت هناك حركية للمواطنين للتغافر والتهاني، نعرف باللي ربما الناس اللي كملت العيد اليوم راح يعودوا إلى مقر سكنهم أو مسقط رأسهم لبداية الأشغال يوم الأحد إن شاء الله ويعودوا لوظائفهم. فنقول لهم بالله عليكم احترموا إشارة المرور العمودية والأفقية. ابتعدوا كل البعد عن المجازفة والمخاطرة والمشاحنة. لا تستعملوا السرعة المفرطة التي قد تؤدي بحياتكم وحياة من يرافقكم إلى الهلاك. حافظوا على أنفسكم، خاصة وأنه الجميع مسؤول على النفس البشرية التي حرم الله وقتلها إلا بالحق، وبالتالي كاين مصالح الدولة موجودة في عين المكان اللي هي مصالح الأمن والدرك الوطني والحماية المدنية، راهم يجديوا تعليمات إرشادات نصائح توجيهات على الجميع أن يقتدي بهذه النصائح. والأمر المهم والكبير في هذا الموضوع هو وسائل الإعلام اللي راهي ترافق المواطن، سواء على مستوى الإذاعة المحلية، المواطن راه يشعل الميديا نتاعو فاتح الميديا في السياره نتاعو راه يسمح النصائح والتوجيهات. اذا تكلمنا على البث المباشر نشوفوا قناه النهار التلفزيون العمومي والقنوات الاخرى كلها راهي ترافق المواطن الكريم حتى ما تكونش حوادث، ما تكونش احصائيات، ما تكونش ارقام، ما تكونش وفيات. وبالتالي مع المواطن الا عليه ان يتقيد بهذه النصائح والتوجيهات لنساهم في الاخير الى كبح الارقام والاحصائيات والحوادث والوفيات لا قدر الله، ويكون عيد الفطر مبارك من دون احداث، من دون ارقام، من دون احصائيات. نعم، يعني إرهاب الطرقات رغم كل الحملات التحسيسية لا يزال يحصد الكثير من الأرواح. نعم. سيد بن فحصي، يعني دائما ما نتحدث عن العنصر البشري نقولوا أنه هو السبب الرئيسي وراء كل الحوادث، يعني نقولوا أنه تهور الشباب وأيضا السرعة المفرطة من بين أبرز الأسباب، أسباب حوادث المرور مؤخرا. ربما نتحدث على هذه الأسباب لكن أكيد هناك أسباب أخرى. طبعا اذا تكلمنا في ملف الاسباب او حطينا ملف الاسباب للتشريح، اولا هنا لابد من وجود المصالح الامنيه التي لها الضبطيه القضائيه والتي تحدد لنا ما هي الاسباب، ما هي الظروف التي جعلت حدوث هذه الوقائع. لابد من حضور مصالح الامن الوطني والدرك الوطني الذين لهم ضبطيه قضائيه ولهم اختصاصهم في تحديد الظروف التي وقعت عليها حوادث المرور. لكن المتعارف عليه احنا كشعب جزائري، متعارف عليه احنا كرجال التدخل لما نصل الى عين مكان ولا احتكاك مع الامن الوطني والدرك الوطني في عين مكان، نجد انه هذا الانسان ربما يسوق لمسافات طويله خاصه سياره الحجره ولا حافله المسافرين، نجد سائق واحد، وبالتالي التعب والارهاق عامل اساسي في وقوع الحوادث. ربما الانسان هذا له مرض مزمن يتناول من خلاله ادويه، هذه الادويه تسبب له النعاس والارق وما خضاش الوقت الكافي من الراحه او من النوم. نجد كذلك من الشباب الذين ربما نقول عليهم متهورين، يشوف السياره نتاعو فخمه ولا جديده في العام نتاعها، فيحاول انه يجازف بنفسه او يخاطر او يشاحن مركبه اخرى من نفس الشكل ومن نفس الحجم على مستوى شبكه الطريق. نجد من المواطنين في بعض المرات الذين لا يحترمون الاشارات العموديه والافقيه خاصه تلك لبلاتينيزاسيون التي تحدد السرعه. نجد من المواطنين الذين يجتازون الخط المستمر داخل الانفاق او في المعارضات المغلقه. نجد من المواطنين الذين لهم الحديث وكثره استعمال الهاتف وربما عدم التركيز مع نقود السياره والتركيز مع الحديث مع الافراد اللي يكونوا موجودين معه. اذا كلها تتعلق بالعنصر البشري، بالاضافه الى عنصر اساسي اخر اللي هو اخضاع المركبه او عدم اخضاع المركبه الى الصيانه الدوريه. كيفاش انني رايح الوهران ولا رايح لتبسة لا بد لي انني اراقب حجم النفس اللي موجود في الاطارات، نراقب جوده المكابح، نراقب جوده مسحه الزجاج، الاشارات الضوئيه، الغمازات، كلها تدخل في اطار الثقافه الايجابيه او الثقافه تاع التربيه المروريه لهذا الشخص اللي راح يقود المركبه. لانه هذه المركبه اذا ما تحركتهاش انت ما تتحركش، وهذه المركبه هي عباره عن شيء جامد قد تتوقف بسبب العطب في اي نقطه من نقاط شبكه الطرق. وبالتالي الانسان قبل ما يقلع من المكان اللي راه متواجد فيه لابد عليه انه يطلع هذه المركبه الى صيانه دوريه ويراقبها ويشوف الاعطاب اللي موجوده فيها يحاول يصلحها قبل الانطلاق. والشيء المهم جدا وهو التمتع بسلوك ايجابي في الطريق من خلال احترام قانون المرور ساري المفعول في الجزائر واحترام اشارات المرور العموديه والافقيه، واهم شيء في هذا الانسياق الى التوجيهات التي تسديها المصالح الامنيه في السدود. زملائنا رجال الامن ورجال الدرك راهم موجودين في البراج راهم يرافقوا المواطنين ويعطيوا توجيهات وتعليمات لانه هدفهم واحد وهو الحفاظ على النفس البشريه من الهلاك. فاحنا لما نشوفوا باراج تاع الامن ولا تاع الدرك الوطني فهذا الدليل على انه هذا المكان امن مؤمن من طرف الرجال
الذين هم متواجدين في عين مكان اللي راها مسخرتهم الدوله الجزائريه باش يحميوا نحن المسافرين ونحن المواطنين اللي رانا نسوقوا المركبات في مختلف نقاط الوطن. نعم سيد كريم بن فحصي، يعني اليوم وغدا ايضا يعني العديد من العائلات اللي راح تتجوز العيد مع العائله الكبيره راح يولوا لمنازلهم، ربما ما هي النصائح اللي تقدمها لهم خاصه في ظل سوء احوال الطقس؟ طبعا انا نقول للعائلات الكريمه اللي راهم يشاهدوا فينا الان ربما على مائده فطور الصباح، نقول لهم ان شاء الله يكون العيد هذا خالي من الارقام، خالي من الاحداث، وخالي من الاحصائيات اللي سجلناها. تخيلي معي يا سيدتي الفاضله اليوم الاول الناس تبدل في التهاني او تتغافر وتقبل، ويروح واحد يروح لجده، واحد يروح لجداه، واحد يروح لباباه، واحد يروح لعمه، وهذه الاجواء اللي عاشتها هذه العشر عائلات اجواء مخالفه لنا تماما. فهم الان متواجدين، كانوا متواجدين على مستوى مصلحه حفظ الجثث في المستشفيات، موجودين عند مصالح الدرك الوطني لتحرير المحاضر تاع الحوادث المروريه، متواجدين عند الساده وكلاء الجمهوريه لتحويل الجثث نتاعهم، فعاشوا واحد الاجواء ما عاشهاش المواطن الجزائري. لا نريد ان يعم الحزن والكابه عن كل الاسر الجزائريه، فنتمنى من المواطنين اللي راهم الان يشاهدوا فينا ولا عندهم سفريات اليوم وغدوه باش يوليوا مقر اقامتهم بعد ما يجوزوا العيد مع عائلتهم، نقول لهم بالله عليكم احترموا قانون المرور واحترموا اشارات المرور، لانه يكفينا ارقام. سيده الفاضله، المواطن الكريم ربما ما تبعش الارقام خلال شهر رمضان المبارك، هل يعقل ان نسجل 167 قتيل خلال شهر رمضان المبارك من السنه الجاريه؟ هل يعقل ان نسجل ازيد من 5925 جريح؟ هل يعقل ان نسجل اكثر من 4705 حادث مروري على مستوى شبكة الطرق خلال شهر رمضان المبارك؟ 167 قتيل كانوا حيين، كانوا على قيد الحياة ليلة رمضان من السنة الجارية. معناه لما كانت الناس تنتظر في لجنة الأهلة ما تقره عن بداية شهر رمضان من عدمه كانوا حيين مسافة. من اليوم الأول من شهر رمضان المبارك إلى غاية عيد الفطر المبارك سجلنا 167 قتيل، بالإضافة إلى تسجيل 10 وفيات النهار الأول تاع العيد. فيكفينا ارقام، يكفينا ضحايا، ويكفينا احصائيات، ويكفينا خسائر ماديه، حتى الخسائر التي تلحق بالمركبات يكفينا خسائر من الناحيه الماليه. فنقول لعائلتي الكريمه احترموا قانون المرور، عودوا بسلام، عودوا بامن وامان، نزيد ساعه رطار ونوصل بخير انا والعائله تاعي، احسن ما نخرج من الاجواء الروحانيه والقدوسيه تاع العيد ونروح الى المستشفيات لا قدر الله، ونروح الى ربما الوفيات، ونروح الى اجواء الحزن والكآبه، وإحنا كلنا استعداد، كلنا اهبة باش يعاودوا لاولادنا للمدرسه يوم الاحد ان شاء الله لتكمله ما تبقى من الفصل الاخير من الدراسه، كلنا على استعداد لعوده مواطنينا الى وظائفهم في امن وامان وسلام، دون خسائر، دون قتلى، دون جرحى، دون احصائيات، دون ارقام. ما راناش حابين نشوفوا حوادث المرور ما تبقى من هذا 48 ساعه من ايام العطله وايام عيد الفطر المبارك. نعم، نتحدث الان سيد بن فحصي عن سوء احوال الطقس الذي مس عده ولايات بدايه من امس والذي سيستمر للغد ايضا. سيد بن فحصي، لو تضعنا في الصوره يعني كيف هي وضعيه الطرقات حاليزا؟ طبعا احنا بناء على بقيه حاله الجو التي وصلتنا من ديوان الوطني للارصاد الجويه، مديرية العامة للحماية المدنية أبرقت إلى كل ولايات الوطن خاصة الولايات المعنية بحالة الجو بحالة استنفار رقم واحد، بوجود أو تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لا سيما على مستوى شبكة الطرق، خاصة الولايات التي تعرف انطلاق ضباب كثيف. لو نتكلم لك على ولاية المنديا طريق الوطني رقم واحد فيه نقاط سوداء الآن، فيه ضباب كثيف يحجب الرؤية، وبالتالي مصالح الحماية المدنية على مستوى ولاية المنديا تلقت برقية مستعجلة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية من أجل خروج سيارات الإسعاف ونجازات التدخل لتأمين الطريق للمواطنين، حتى لما الإنسان يكون في المركبة تاعو ويشوف سيارة الإسعاف ويشوف شاحنة التدخل يعرف باللي أنه كاين ظروف مناخية غير عادية، ومصالح الحماية المدنية رفقة الدرك الوطني والأمن الوطني متواجدة في الطريق، فهو راح يخفض من السرعة. هذا من جهة، من جهة ثانية ما يخفاش على المواطن الكريم أننا كلنا الآن نملك هواتف وهواتف ذاتية نتابع من خلالها حادث الجو، فالإنسان هذا اللي راح يسافر وياخذ الطريق الوطني رقم واحد إذا ما كانش عنده سفرية اضطرارية فيحاول أنه يخليه يطلع النهار مليح حتى ال 10 ونص ولا 11 ولا 12، ويحاول أنه يسلك هذا الطريق حتى يكون ارتفع الضباب وما يكونش له ربما قدر الله حوادث على مستوى شبكة الطريق. إذا تكلمنا عن الطريق الوطني رقم واحد كنموذج، كاين عدة طرق أخرى في ولاية البويرة اللي شفنا فيها التساقط يوم أمس الثلول، شوفوا على مستوى منطقة تيكجدة، شوفوا كذلك على اللالة ستي في تلمسان، العديد من مناطق الوطن التي تعرف اضطراب جوي أو حالة استثنائية من الجو.
فيها تساقط للبرد، فيها ربما صقيع، فيها ضباب يحجب الرؤية. فالمواطن الكريم قبل ما ينطلق من النقطة اللي راه موجود فيها للنقطة اللي راه يقصدها، يحاول أنه يشوف حالة الجو من خلال الهواتف الذكية، من خلال تلفزيون قناة النهار، من خلال التلفزيون العمومي، أو من خلال الصفحات الرسمية للفيسبوك للدول الوطنية للأرصاد الجوية، ويشوف التنقل تاعو إذا كان ضروري أم لا. لكن المواطن اللي ربما موش يسمع فينا الآن ولا موش يشاهد فينا الآن، نقول له حاول أنك تتنقل بسلام من خلال التقليل في السرعة والتقيد بالنصائح والتعليمات اللي راهي تسديها المصالح الأمنية في الطريق، لأنه كاين ضابط يحجب الرؤية ربما قد يسبب لك ما لا يحمد عقباه. وبالتالي المواطن الكريم مطالب في هذه الظروف اللي فيها تساقط للأمطار والبرد والصقيع وربما في بعض المناطق حتى الثلج، عليه أن يتمتع بسلوك إيجابي في السياقة، وإذا كان التنقل تاعه غير اضطراري يحاول يأجله ولا يلغيه، لكن إذا كان يتنقل ما عليه إلا أنه ينصت ويستمع للتعليمات التي تسديها وسائل الإعلام ورجال الدرك ورجال الأمن والنصائح التي تقدمها الإذاعة المحلية من خلال مصالح الحماية المدنية وكل المختصين، حتى المواطن هذا يصل إلى النقطة المراد الوصول إليها في أمن وأمان وبعيد عن الحوادث المرورية من جراء الظروف المناخية الاستثنائية. نعم سيد بن فحصي، نشرية جوفيزا تفي باستمرار تساقط أمطار غزيرة أو جد غزيرة لغاية غدا السبت ربما، وش هي النصائح اللي تقدمها لمستعملي الطرقات من جهة وأيضا للمواطنين القاطنين قرب الأودية؟ طبعا نتكلم على المواطنين اللي مقيمين قرب الأودية أو المجمعات المائية، ونتكلم كذلك على العائلات الكريمة لأنه فيه انخفاض محسوس في درجة الحرارة دفع بالعائلة الكريمة إلى إعادة استعمال أدوات التسخين والتدفئة لتفادي خطر أحد أكسيد الكربون اللي ربما تكلمنا عليه وأسل الحبر وسيل عليه الحبر في الأيام الماضية. أقول للعائلة الكريمة بالله عليكم حاولوا أن تتفقدوا كل منافذ التهوية لتفادي خطر أحد أكسيد الكربون بسبب أنكم عاودتوا استعملتوا اليقطان، عاودتوا استعملتوا أدوات التسخين والتدفئة. بالنسبة للمواطنين المقيمين بمكان تواجد بعض الأودية أو السيول، نقول لهم حاولوا أن تتمتعوا بثقافة نظافة المحيط خاصة على مستوى البنايات نتاعكم، وخاصة المواطنين اللي راهم يقوموا برم النفايات المنزلية ونفايات المصانع على حافة الوديان، نقول لهم تفادوا هذه السلوكات السلبية، لأنه بسبب هذا الفعل السلبي راح يخرج مجرى الواد من مجرى الحقيقي ويدخل إلى المدن الحضرية ويسبب لنا ما يسمى بارتفاع منسومية الأمطار أو الفيضانات. كذلك المواطنين اللي راهم بالقرب من هذا المجمعات المائية لابد لهم كذلك من ثقافة التبليغ، إذا شفنا ارتفاع منسوب مياه الواد المحاذي لهذا المجمع السكنية ما علينا إلا نبلغوا المصالح اللي هي مصالح البلدية وديوان الوطن للتطهير حتى يحضروا في عين المكان قبل ما تخرج الأمور عن السيطرة. كذلك الشباب نتاعنا اللي راهم يقوموا بعملية نظافة المحيط نباركوا لهم هذا الجهود ونقول لهم هذا هو الإنسان الجزائري وهذا هو المواطن المسلم الذي راه يقوم بهذه العملية التطوعية خاصة فيما يسمى بتنظيف البالوعات أكرمك الله أو حافة الوديان حتى نساهم جميعا في الحفاظ على بيئتنا ونحافظ على مدننا ونبعد كل البعد على كل أشكال التلوث وكل أشكال التي قد تغير مجرى حياتنا خاصة ما يتعلق بالفيضانات. كذلك العائلات الكريمة والمصانع وكذلك المناطق الحضارية، وقل لهم بالله عليكم أن نساهم جميعا في جمال مدننا من خلال التمتع بثقافة اللي هي ثقافة الوقائية خاصة ما يسمى بثقافة التبليغ عن كل ما قد يشيء أجواء الظروف اللي رانا نعيشوها الظروف الصحية. الأطفال الصغار اللي يسكنوا قدام هذه الأودية أو المجمعات التحمل قدام الأودية أو المستنقعات أو المجمعات المائية، فكل هذه الظروف على المواطن الكريم أن يتمتع بثقافة التبليغ ويبلغ المصالح المعنية حتى تجوز أو تمر هذه الفترة الاستثنائية اللي فيها تساقط الأمطار وارتفاع منسوب مياه الأمطار وتروح المياه إلى مجراها الحقيقي بعيدا على كل ما قد يسبب لنا فيضانات أو ارتفاع منسوب مياه الأمطار داخل المدن. شكرا لك ملازم كريم بن فحصي على كل هذه التفاصيل وكل هذه النصائح. المشاهدين نواصل هذا الموضوع.